أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري قال: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، هل معنى ذلك أن نقول دبر الصلاة ثلاثا الله أكبر قبل الاستغفار، أم أننا نؤخر الاستغفار نؤخر التكبير بعد الاستغفار؟ المراد بالتكبير الذكر، الذكر الذي يقال بعد الصلاة ويجهر به، هذا المراد بالتكبير، ذكر الله الذي يقال، التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير أدبار الصلوات. كان ابن عباس من الصغار، كان صغيرا، وكانوا يعرفون انتهاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا التكبير أو سمعوا الذكر بعد الصلاة، عرفوا أن الصلاة انتهت، فهذا دليل على الجهر بالذكر بعد الصلاة. نعم.